السلام عليكم، معاكم اليوم عمار او كابتن الامارات. اليوم عندنا فيديو جديد يا جماعة، الحلقة 15 من سلسلة سمبوسة يونايتد. فهم اليوم نبدأ الحلقة الثانية من الموسم الجديد. فهم اذا انتم ما شفتوا الحلقة اللي طافت، تعقدنا فيها مع 3 لاعبين جداد وهم موجودين في التشكيلة الأساسية. طبعا عندنا ديلاب يبنى على سبيل الإعارة، عندنا نيكو ويليامز، ولاعبنا الثالث اللي هو هيروكي أبي. فأيضا خلينا نشوف ان نحن بعنا لاعبين اتوقع، و هذا انجرام. ليش دخلنا على انجرام؟ شو السالفة؟ اوكي، ف نروح للصفقات الاكبر، نروح للنادي الخاص. بعنا بيسي ب1,850,000 جايبينه ببلاش، بعناه ب1,800,000 كسبنا 1,800,000. وبعنا لويس ب620,000 حارس ما كان عندنا اي فايدة منه، وودينا ايبوسلا على سبيل الاعارة، وتوبن ايضا على سبيل الاعارة. فمعنا بعض شروزبري بسوي له سكيب اكيد. فخلنا نشوف شو بيصير فيها. وفزنا بلنتيات، اوكي يعني اوكي. منو اللي سجلنا الهدف؟ ادوار ما سجلنا الهدف. فاهم يا، فزنا على شيكوزباي بركلات ترجيح حرفيا. فاهم، اوكي. انا سافج حطيته، انا سافج حرفيا حطيته في قائمة انتقالات. هو ان يبغى يلعب، هاللاعب يبغى يلعب، بس انا اكد يلا انا احطه في قائمة قالب. شو سالفتك يا عمر؟ خلينا نروح لمباراتنا الاولى ضد ستوك سيتي. فهالمباراة انا بغير في التشكيلة وايد، لان كاختار ان هذا اللاعب، او ان نحن لعبنا مباراة قبلها ب3 ايام. ف يانس توماس بيروح على سبيل الإعارة لمدة سنة مع هذا الفريق، بالتوفيق له. اوكي يا جماعة، ما ان الوضع شي، خلنا ندير الفريق، نبدل بعض من لعيبة، ندخل اللعيبة اللي هم جاهزين يعتبرون. الفون يدخل، هل دخل لاعب ثاني يلعب؟ ندخل علام على سبيل المثال. لا، بخلي تشكيلتي، يعني بخلي ديلاب يلعب اساسي. الفيس بيطلع، ممكن يدخل انجرام يبدا هالمباراة. ادواما، خلينا نشوف ادواما في حد بديل له في الدكة هني. اتوقع اني بدخل سافج يبدا هالمباراة. ابراهيم فورد بنخليه، و فريدريتش ممكن ما يكون موجود في قائمة المباراة اصلا، بندخل لافرتي. جي اوكي. اما بالنسبة للأظهرة، معنا ظهير يمين، ما عندنا ظهير يمين. نايس يا عمر، انت بقى ظهيرك الوحيد. خلينا ندخل انتوي، جوميز يدخل، كولبالي يدخل. كم ممكن التشكيلة تكون من اللاعبين اللي ممتازين جدا اللي ما بيلعبون؟ ممكن خلينا نودي فريدريتش فوق بدال ممكن الفادي. تدوير مو طبيعي في التشكيلة، انا ما استغرب اذا خسرنا، بس ان شاء الله نفوز. اوكي يا جماعة، انا خايف هالمباراة، بنلعب ضد ستوك سيتي، فريق ملعبه موجود في اللعبة، فريق جيد يعتبر. بندخل بتشكيلة نص احتياطية اصلا، او اغلبها احتياطية، ف ان شاء الله يعني ما نخسر. بعض اللاعبين اكتساب الخبرة، احتكاك اخرى. يلا خلنا نلعب.
وكانت تسديدة تخلص من بيكر ودت لفريقهم تسديدة فوق المرمى. إبراهيم فؤاد يلعبها لبالدي، كانت خلصت من قبل ما تروح لرافرتي، كان كامبل تسديدة لكن خلصها بيكر. بالنسبة لبداية الشو، بداية شو جدا سيئة. أنا ما أدري ليش كيف لنا الحين ما تسجل علينا. كايل سميث أوكي خلصت من الحارس، مع أنه كان المفروض تخلص من بالدي بس ما تخلصت منه. كانت خلصت ألفون، يلا يا ألفون واحد من أفضل اللعيبة اللي في الدكة عندنا، يلعب حلوة، يلا دلب 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 في أول فرصة يسجل معانا، أول فرصة في المباراة، والله أول فرصة لنا في المباراة نسجل منها هدف. الله عليك، كفو عليك يا ليام دلب، بيسجل هدف الأول لمصلحة فريق سمبوسا يونايتد. الله عليك يا دلب، الله عليك يا لاعبنا الجديد اللي ممكن يسجل لي ثاني هدف. فمراح دلب من بعد باس من ألفون وتسديدة في الشباك، 1-0 من ليام دلب نجمنا. اوكي ينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-0 لمصلحة فريقنا، نايس. فاهم يا خلينا ندخل الشوط الثاني وندلب وايد تعبان صراحة. هل يستنى منو أي واحد هني يقدر يلعب سترايكر؟ ما في إلا برنت، برنت بيدخل بدل لعبنا دلب، لأن دلب تعب بشكل مو طبيعي صح. النتيجة حتى الآن مانشستر يونايتد نجح في ضم لاعب جديد إلى صفوفه، هكذا فترة الانتقالات فترة حساسة بالنسبة للفريق. قال ألفون، ألفون يلعبها لرافتي، رافتي تسديدة حلوة من رافتي، حلوة من لاعبنا. أوه والله حلوة صراحة، يعني تحسبتها في الجول. راح نتأكد، يبدو بأن هنالك هدف سجل في هذه اللحظات في مباراة فريق بورنموث. فود فود لبرنت، برنت تسديدة تخلص من الحارس. ألفون خلصها، يلا يا ألفون العبها لبرنت، يلا يا برنت، يلا يا برنت، يلا يا برنت. الهدف الثاني 2-0 يسجل ميسون برنت. كل ما تغير الدوري برنت يظل موجود، برنت يتم موجود، برنت يسجل هدف في الشامبيونشيب. الله عليك يا ميسون برنت، الله عليك يا سوبر برنت. هدف ثاني لمصلحة فريقنا، هدف ثاني للسمبوسة، ليتس جو. ألفون تتخلص من الكورة ومردت لألفيس، ألفيس يلعبها لبرنت، برنت في آخر الثواني تتخلص وتجي تنتهي المباراة. أول فوز لنا، أول فوز أنا ألعبه في الشامبيونشيب. 2-0 فزنا على ستوك سيتي، بواحد من أفضل الأندية بتشكيلة، نص احتياطية، نص احتياطية أو أغلبها كانت احتياطية. يعني كان الهدف منها أن نعطي فرص حق لاعبين الصغار. ف يا بيكر يا لعرض، خلينا نشوف من هامبورغ. هامبورغ واحد من الفرق اللي أنا معجب فيها، بس لا انا ما بعطيكم بيك الحين سوري. فام يا نروح لمباراتنا ضد برمنغهام. برمنغهام اوكي. فام توماس راح عار لهذاك الفريق، ينس توماس. بنلعب ضد برمنغهام لان بكل اختصار الحين هو بداية الموسم يعتبر، فمعنا نحن في بداية الموسم مفروض يعني
ما نزيد من البايات وايد. هالمرة ممكن دخل واحد من اللاعبين صغار جدا. اتوقع اني انا صار فيني شيء توه اني انا حطيت هاللاعب، بس خلنا نجرب. حياة تجارب، حياة تجارب. لما تخسر الجيم يا عمر قول حياة تجارب. انا ما ادري ليش دخلته، هل دخلته لانه سعودي؟ ما اتوقع. انطلق على الطرف، ممكن يلعب لك كرة عرضية. عرضية على القائم القريب. الكورة السيئة لهم. أول أهداف هدف أول، المباراة 1-0. يكسر التعادل السلبي. خيبة. تعادل. بنات يدخل. ضربة ركنية ترسل في وسط منطقة الجزاء. الكرة تتخلص. يفشل في إبعاد الكرة بنات. بعيدا عن شو خطة ها؟ الهجوم. أوهو، الكرة في المرمى. يا بالله عليكم، ما حد يعرف ثقافته. ينجز. هدف تعزيز ايش التقدم. السالفة؟ دعوة مستحق هنا بفارق هدفين. وات؟ والآن نتابع يعني هو الهجمات الأخرى ونشاهد الخطأ الواضح في حارس خلصناها الأمام واستمرار الخطورة على بعدين المرمى ومن ليه ثم يأتي الهدف. الفادي ممكن من الحديث افضل اللاعبين والاستقبال اللي لمشاهدينا يضربون النتيجة هدات عندنا، تتقدم وبعدين بفارق انت أربع حرفيا أهداف. خليت اللاعب ينقز فوقك ويضرب الكرة. 9 دقائق تفصل عن نهاية المباراة. بيلعبها عرضية جميلة. لا يا ويليامز، انت بعد اديت الكرة، شو السالفة في فريقنا اليوم؟ الفرصة متاحة صدق لإرسال كرة يعني عرضية. تصويب فلاح. خيبة. الله على الإنهاء المثالي في المرمى. واو. ثلاثية ثقيلة الآن. هدف ثالث يوسع الفارق في هذا اللقاء. عشان مرة ثانية يا عمر تسوي تجارب في الهجوم. عرضية في منتصف ال يسجل 18. اللي يسجل، يا سجل الله، الرابع. ضربة راسية تحرك. أحا أح. أوكي، عارف سجلنا في الدقيقة 89 4-1، بس هذا اللي يصير يا عمر لما تجرب لعيبة في الهجوم. تجرب لعيبة عمره ما لعب في الفريق أصلا، ما يعرفش، يعني ما يعرف انه هو لاعب سمبوسة يونايتد اصلا. فزنا في مباراة، سويت سكيب. فورد والفون وادوام سجلوا. فورد يسجل، واو صح، نايس. اوكي، ف نروح ل انا راقبت لاعب جديد. لاعب هو ماركوس الونسو، طاقته 79. معني انا راقبته، هو اللاعب ببلاش، انا بحاول اني اجيبه. تقول تقول يا عمر انت لازم تستخلص من صغار وهذيلا. واحد كان يلعب في البريمير ليج صح؟ كان نيبه. واحد كان يلعب في البريمير ليج، عنده ممكن خبرة في هالمجال، في اللعب في البريمير ليج، يبقى عقد سنة، تجاهل الشوط الجزائي. نعطيه يلا. مالونسو صار لاعب لسمبوسة يونايتد. ف لحد الحين انا ما اتوقع اني بدخل في مكان بالدي، لان بالدي ايضا يعتبر حاسم عندنا. نروح لمباراة الفريق اللي هو ويمبلدون. نسوي سكيب، خسرنا 2-1 عادي. اوكي، براندن ويليامز سجلنا في هذه المباراة، نايس. انا عرض لانجرام من براغا، رفضت هذا العرض. فعندنا بعض ال QPR اللي هم المركز الخامس. فمبات انا ما ادري ليش احس ان الدلاب يتعب بسرعة،
لا لعبة مباراة طافت، اوكي مباراة طافت، انا لعبت الفريق كامل. ابي اليوم بيكون اساسي ايضا، يعني في قدرك صار فقدت 72، والله نايس. التوبي تخطى بيكر، هل توبي حسنا الاحتياطي تخطى بيكر؟ خلينا ندخل لعبنا الجديد، ماركوس الونسو. هو ممكن ما يلعب في المكان إلي يعني تي، اوكي. بالدي بيلعب هني، واما ندخل جوميز. يا توقعت شي تشكيلتنا اليوم، ليتس جو. الكرة في هذه اللحظات، ماركوس الونسو يلعب اليوم لأول مرة مع ناديه او الجديد، ماي جود، انطلق فيها، التوبي في المرمى. حارسنا حرفيا نقز نفس خصيف الجول الثاني لماتياس بيريرا البارحة. يلا يا ابراهيم فود، يلا يا النجم، يلا اللي كنت نجم في يوم من الايام. حلوة يا الله، صدى الحارس طلع ممتاز. بنات كرة حلوة، لا لا يكون متسلل، مو متسلل، مو متسلل، الفون لا كامون. اوكي بدت لنا، بدت لنا، دامنا لنا. حرام الفون لبنات، بنات حلوة لأدوامة. يلا دواما هاي جولك، دواما هاي جولك، دواما ها جو خيبة. شو هاي حارس؟ يلا يا ماركوس الونسو يا حرام. ماركو يلا شوت، تخلصت من الحصول على افضل تشكيله ممكنه، محاوله ايضا. يا الله التوبه، شو مليون شوطة وهم بس كم من شوطة، شوطتين او ثلاث جابوا منهم جولين. يسير باتجاه المرمى الان، فرصة الان. تمام تنتهي المباراة، خسرنا 2-0 هذه المرة. لعبنا 3 جيم، خسرت منهم 2 وفزت واحدة. متوقع انه لازم نغير في التكتيك، ومن اللي بنغيره في التكتيك هو انه بنتم نلعب نفس لعبنا اللي هو الضغط، بس بقى في المقدمة حق دواما، وين تواجد بين المدافعين حق ألفيس، و بقى في المقدمة حق فريدريتش، بقى في المقدمة حق فورد، وأيضا بقى في الخلف أثناء الهجوم حق بالدي ونيكو ويليامز. فاهم؟ يا نروح لمباراتنا. طيب مو مقدمين موسم سيء الصراحة، يعني ما كان بالسوء أول موسمين. أدواما يبون جينك ما بنبيعه، لا تقول إن بالدي خلاص ما يقدر يتطور. كمان من صدقك يعني، عندنا 73 قدام، طبعا خلي يصير 75. فاهم يا نيكو ويليامز ممكن يروح مع المنتخب، فاهم؟ نعم ممكن خلصنا بالنسبة لفترة الانتقالات، ما بنروح نسوي أي شيء.
كم واحد يا عبود اصلا. كوليبالي يبغى يلعب، برنت يا لعرض من فولام، ألافس عرضه حق واحد من لعيبتنا. الفارس طاقة 79، ما إذا أنا أقدر أبدل بينه وبين لاعبنا الجديد اللي هو بالنسبة لهادرسفيلد بسوي لهم سكيب، خسرنا 2-1. اوكي يا عمر، هالشامبيونشيب يعني لا تزعل وايد. عندنا مباراة ساندرلاند اللي هو اتوقع انه هو صعد ويانا او صعد قبل كم من موسم من الدرجة الاولى، فاهم؟ يا هنروح لمباراة ساندرلاند، ليتس جو ان شاء الله نفوز. يقترب من مناطق الخصم الآن، كرة داخل المنطقة عرضية، الله خلص يا على بيك. اوكي التألق، شوف البراعة، شوف النجاح في التصدي، ركلية بانتظار التنفيذ بدون خطورة في يد حارس المرمى. ساندرلاند بيلعب للكرة بشكل جيد، باكو تسديدة تخلص من بيكر. التصدي من جسمه اوكي بالكامل، تمكن من منح الكرة، تصدي ولا أروع، تنفذ الضربة الركنية باتجاه وسط ال 18، لا ينجح في ترجمة هذه المحاولة، كرة بتتخلص الآن، يلا أدوامة أدوامة واحد. يلا دلاف يسجل الهدف الأول، 1-0 لمصلحة فريقنا، 1-0 من سمبوسة يونايتد. كفو يا دلاب، وحش، الله عليك يا ليام دلاب. هدف أول لمصلحة فريقنا، شوف الكرة، تمريرات تيكي تاكا، بينية من أدواما، تسديدة من دلاب في الشباك. ليتس جو. شوف التشكيلة، ركلة جزاء للضيوف، حارس المرمى ببراعة يتصدى، الله على لقطة، حارس ممتاز، كان متوقع بأن يتصدى لها، ركنية إلى داخل المنطقة، لم يبعدها وما زالت الخطورة قائمة، عند الكرة في مكان خطير، حارس في مكان جيد وينجح في إيقاف هذه الكرة، حكم يعلن عن دقيقة واحدة. يلا يا إبراهيم فوت، يلا يا إبراهيم فوت، يلا يا ابراهيم فود، يلا يا ابراهيم فود، يسجل الثاني قبل نهاية الشوط الأول، و 2-0 2-0 قبل نهاية الشوط، هدف ثاني من ابراهيم فود. لاعبنا الأسطورة هداف الموسم الأول يسجل لنا هدف أخيرا في الشامبيونشيب، يسجل ابراهيم فود هدف لمصلحة فريقنا. ليتس جو. ما تعب عنا ان احنا فايزين 2-0. ريح اللعب. اوه ماي جاد، هم ممكن يسجلون هدف، سجلوا. اوكي يلعبها برنت يلعبها لفريدريتش، فريدريتش تسديدة تخلصت من الحارس. اوكي هكا عرضية، اوه دلاب، هكا فريدريتش تسديدة خلص من الحارس مرة ثانية. هكا عرضية دلاب، الهدف الثالث يسجل ليام دلاب. اسيف وش يسوي واد الحين؟ اوكي اهم شيء انه سجلنا، ليتس جو. يا هنشوف الهدف، اي نحس هذا، لا يوجد عرضية رأسية من دلف في الشباك، ولعبهم اللي سجله. يلا
عنيد هالغريب. يتقدم إلى الأمام، كرة بينية خلف المدافعين، بعد الله تخلص على من رمق بيكر. التصدي. عرضية خيب ممتازة في الخلف، والله على حارس التصدي يا يتعلم، بيكر. يتصدم، يتحدى ويتألق. الله، هذا كفو. الكرة كان ممكن تحرك الشباك، فرصة خطيرة، ممتاز حارس المرمى. عنده الإمكانية هنا لازم بتدخل قانوني، تخلصها. احتك الكرة في كان 18. فريدريتش لبرنات. برنات حاول كرة يلعبها بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب. لعبنا. هذه كرة هدف الآن، يلا وحش تجري رصد ويليامز. الكرة، تنطلق وعم الآن تي فوز تنتهي الإنجليز المباراة للمباراة، وتعلن بأول الأصابع ضيوف فوز هذه في الواجهة. ملعبنا من لعبي أنا. كرة داخل أول مرة نفوز في ملعبنا. هم سددوا تسديدات أكثر، هم كانوا مستحوذين أكثر، بس أهم شيء أن فريقنا فاز. الحين نحن في المركز السابع، مو بوايد فرق باقي لنا عن أن نوصل ممكن المركز الأولى. باقي لنا فرق بس نقطتين عشان نروح في الشامبيونشيب. بيكا زاد طاقته أخيرا، بيكا صار طاقته 70. خلينا نخليه حارس متقدم الحين. إبراهيم فود يقول بس خلاص ما يقدر. فاض على تجديد عقده، نحاول نجدد عقده. بيكون هام في هذه السنوات اللي بنجدد له اياها. سنتين، يلا سنتين نباك في نادينا بدون شرط جزائي، وهالمرة بنزيد راتب، بنخليه 20,000 هالمرة يعني بدون مكافأة لأن انت فلسنا تقريبا. فاهم يا نولس وبرنات قدم شوية بتخلص. بنشوف موضوع كم في بداية الموسم. فاهم يا أنا بابط فورست نوتنغهام فورست. فهم المركز الثالث. بنختم باب هاي الحلقة. Let's go. الحقيقية، وهذه هي الأجواء التي نتمناها ونبحث عنها في كل مكان في العالم. فرصة لوضع الكرة Oh في my God. الشباك، والله ضاعت حلوة فرصة كانت الهدف الأول، بالنسبة لهم بس فرصة هدف محقق ضيعوها. بالضبط. يتحرك بالكرة للأمام، يتوغل لقلب الملعب، وكرة كرة تسديدة باتجاه المرمى، تخلص من بيكر. لا يمكن هذه. إلى زملائنا في الاستديو للحديث عن ضربة كرة جزاء عادت تم احتسابها الآن، فريدريتش. ركلة جزاء لأصحاب فريدريتش الأرض، لكن ضاعت دلاب. الفرصة. يلا يا فود. أول أهداف في المباراة، يضيع في الفرصة الماضية. فود كم ممكن فرصة هدف؟ كم سالفة ممكن كوية واحد يفوز؟ التضييعات كم الغريبة. ممكن تشعل سالفتك مع التضييعات الغريبة؟ بعرف بعد ان شاطها باليمين. مباراة، شوف اللقطة. مين؟ لان هاي ويلا اللي صار جدا سيئة. يقفز ويتجاوز اللاعب، وكو يلعب الكرة. ادواما يا جول. سلام، الله عليك يا من دواما، الجمال، من الله الجمال، عليك يا هذا التقدم دواما. في المباراة. دواما يسجل الهدف الاول 1-0 ضد نوتنغهام فورست. شوف خلنا اللقطة نشوف الكرة، مرتين، شوف المرور، لعبة الكرة. تقدم دواما المباراة، دواما تسديدة من خارج هدف منطقة جميل الجزاء، للمرمى، يسجل يعني فيها الهدف المباراة على الاول الأقل. 1-0 لمصلحة فريقنا، 1-0 للموهبة الممتازة، واحد سأقول صفر للمدرب يلعب لواحد من بالروح المتدفق. مواهبنا البارزين. كفو يا أدواما، كفو يا الغاني. ليش يا بنات؟ كان مفروض يخلصها ويليامز، أي رؤية كان مفروض أحتمالية؟ يخلصها ويليامز. مستحيل. ويليامز حرام مستحيل عليك، تعود حرام إلى عليك المنافسة. يا ويليامز.
اخ يا ويليامز. هدف التعادل إذا أتى بالرغم من أنه فقد توازنه، لا وقت للسقوط. بليدي بنك ينتظر يلعب بالدفاع. حلوة الدلب دلب دلب مجنون حارس صدى الحارس. السيتي. شوف الدفاع عن المرمى بكل ما يا يملك، فرصة حرام هدف محقق لكن يتألق ما بدل ويبعد الحين، ما الكرة بدل ويبعد الحين. الخطورة. يلا شوف يا دلب اللاعبين وحركات الأحمال، نتوقع تغيير في يلا هذه يا اللحظات. دلب. ابعاد قد سيء خلصت للحظة، ما زالت وحش تدخل بشكل ألفيس. سليم. ألفيس شوف استعادة بالنسبة الكرة لي بدقة رجل مثالية. المباراة. دقيقة واحدة كوقت بدل يلا ضايع. يا بنت يبحثون عن بنت تسجيل هدف اخ. التقدم في فرصة قد تكون اوكي الأخيرة. كيف فرصة فرصة. لا يا حكام، سجلت نهاية لما المباراة. بعد حاسم خلص المباراة. بالنسبة لي تعادل جيد تقريبا، كان تعادل عادل تقريبا. صح انه ممكن الهدف كان سبب ظهيرنا ويليامز، بس ان نحن جبنا نقطة وهذا الشيء المهم. ف يا جبنا نقطة تقريبا حلوة. ف يا الى هنا وصلت الفيديو، اتمنى انك استمتعتوا. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والجرس. كان معكم كابتن الإمارات عمر، ونشوفكم في الحلقة الجاية. مع السلامة شباب.